صباح الخير أحبائي وأعزائي، كما تعودنا من قناتكم قناة الملك والأمير التي تدعو كل مشاهديها ومحبيها لهذا الأمر، لهذا الطلب، لهذا الرجاء. إذا أعجبكم الفيديو أرجو اشتراككم في القناة، ومع كل ذلك أنني أنشر جميع التعليقات الإيجابية والسلبية التي يقوم بالشكر فيها إلي والذي يذم أيضا فيه. أنا تحت أمركم في كل اللي أنتوا عايزينه، وكما اعتدنا أن نقال أو يقال كل يوم في كل صباح السنكسار. الجمعة 23 من شهر سبتمبر 2022، 13739. اليوم مليء بالأخبار الكثيرة. اليوم 13 من الشهر المبارك توت، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي. تذكار الأعجوبة التي صنعها القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية. وفي هذا اليوم تذكار الأعجوبة العظيمة التي صنعها القديس باسيليوس أسقف قيصرية القيودية مع غلام كان قد تعلق قلبه بابن سيده. فزين له الشيطان عدوه وعدو الجنس البشري أن يلتجئ إلى أحد السحرة الذي استكتبه تعهدا بجحد علم الإله والخضوع الكامل للشيطان الذي سيبلغ أمنيته. وأطلق بعد ذلك أن تعلق قلب الفتاة ابنة سيده بمحب الغلام بمحبة الغلام، وطلبت إلى أبيها بإلحاح ألا يعترض على زواجها بهذا الغلام، وحرصا على عرضه خوفا على حياتها زواجها منه. ولما قضت معه زمنا طويلا ورأت أنه لم يدخل الكنيسة ولم يتناول الأسرار المقدسة ولا رشم ذاته في علامة الصليب المقدس، صرحته بارتيابها في إيمانه ومحبته لله، فأخبرها بما حدث له وكيف أنه كتب تعويضا للشيطان بالطاعة إلى الموت. فبكت كثيرا ووبخته على صنيعه، ثم صحبته إلى القديس باسيليوس أسقف قيصرية القيودية، الذي لما سمع اعتراف الشاب ورأى حزنه واشتياقه للرجوع إلى حياة التعبد والشركة والبر، طمأنه وطلب إليه أن يبقى عنده زمانا للانقراض للصلاة والصوم. وبعد أن قضى 3 أيام افتقده وعلم منه أن الأرواح الشريرة لم تكف بلحظة عن انزعاج ومحاربته بشيء شتي الطرق، فسكن لوعه وأطعمه وصلى لأجله، وطلب إليه أن يستمر في عودته وجهاده بالصلاة والصوم. وبعد أيام أخرى فأخبره الشاب أنه لم يعد يرى الشياطين، وإن كان لا يزال يسمع صراخهم متعددهم. فأطعمه أيضا وصلى لأجله وتركه ليعاود حياته العزلة والجهاد. أتى إلى كمال 40 يوما، وإذا جاء إليه القديس وسأله عن حاله فأعلمه أنه قد رآه أي القديس وهو يقاتل عنه الشيطان، وأنه قد انتصر عليه وتمت له الغلبة. فدعا الأسقف وجميع الكهنة والربان وصلوا عليه تلك الليلة، وفي الصباح أدخلوا إلى الكنيسة. وبينما كان الجميع يصرخون يا رب، سقط في وسط الجميع الكتاب التي كان الشاب قد تعهد فيه بجحد الإيمان والخضوع للشيطان. ففرح الأسقف والشاب وزوجته وكل الشعب، وبارك الأسقف الشاب وناوله من الأسرار المقدسة. وهكذا مضي الشاب مع زوجته وهما في باجة الخلاص وفي غضة الغفران والسلام، وقد شكر القديس الذي أنقذهما بصلاته. بركته تكون معنا آمين. وفي هذا اليوم أيضا تذكر نياحة القديس البابا متاوس الثاني 90. في هذا اليوم سنة 1182 الشهداء تنايح الأب المكرم الأنبا متاوس الثاني، وهو 90 من عدد البابوات القارات المرقسية، وكان رهيبا بدير المحرك وقدم بطريركا. سنة 1169 الشهداء وجلس على الكرسي المرقسي 13 سنة، وتنيح بسلام بركة السلامات الكل معنا آمين. نبدأ. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. السطر الذي مررته وثائق ويكليكس عن اعتناق السيدة سوزان ثابت للديانة المسيحية، وهو قد يكون أمر مشكوك في صحته حسب الأوراق الرسمية، وإضافة إلى أن تسريبات ويكليكس نفسها عبارة عن انطباعات وتحليلات وليست معلومات مدققة، ولكن الكل يؤكد هذا الكلام، بخلاف أن حرية العقيدة وحرية اعتناق الأديان أمر شخصي لا يجوز المساس به أو الاقتراب منه. ويكليكس قالت في إحدى وثائقها المنقولة عن السفيرة الأمريكية أن سوزان مبارك سيدة مسيحية متزوجة من مسلم، وكان ذلك في معرض تقرير عن الأنشطة الاجتماعية لزوجة الرئيس مبارك.
تداول الخبر عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، خلق حالة من الجدل المشتعل على المواقع القبطية حول مسيحية سوزان من عدمه، خصوصا موقع المنظمة القبطية الأمريكية التي نشر قصة تربط بين معجزة صنعتها الراهبة الراحلة الأم إيرين ياسا رئيسة دير أبو سيفين للراهبات لشفاء سوزان مبارك. نص القصة التي غاب عنها الراوي أو المصدر يقول: المعجزة دي سمعتها من فم أمنا إيرين نفسها على سي دي، والموضوع هو أن السيدة الأولى في مصر سوزان مبارك كانت مريضة بسرطان الدم وتعبت ما بين العلاج والأطباء، وفي يوم كلمتها السيدة جان السادات وقالت لها عن معجزات أبو سيفين وإن إله النصارى قادر على شفائها. طبعا مع التعب اللي هي شايفاه قررت إنها تقود التجربة، يعني مش هتخسر حاجة. كلمت السيدة جيهان السادات دير أبو سيفين بمصر القديمة، وأخذت ميعاد من طبعاً إيريني بالزيارة في نفس اليوم، بس بشرط إن محدش يعرف بالزيارة دي. وبالميعاد جاء جيهان السادات ومعها سوزان مبارك، متخفيين بالنظارات والإشربات وبدون أي حراسة، كأنهم ناس عاديين خالص. وخبطوا على باب الدير، فتحت الراهبة الباب وأدخلتهم بناء على التعليمات المسبقة من أمنا إيريني. قابلتهم طماب إيريني وطلبت منهم الانتظار، ثم دخلت وظلت تصلي ساعات لا أتذكر بالتحديد المدة، وكانت تطلب بشفاعة القديس العظيم أبو سيفين أن يتمجد الله وتخرج سوزان من الدير وهي سليمة وشافية 100%. وشعرت سوزان مبارك بسخونة شديدة في جسدها كله، وكانت بالفعل قد تم الشفاء، والآن نحن لا ننتظر منها غير الإهمال لمشاكلنا وتناسيها لوقوف المسيح بجانبها، خوفا منها هي والعائلة على الكراسي والمناصب الزائلة. الغريب أن السياق الذي نشرت فيه هذه القصة غير المترابطة هي مشكلة الطفلين أندرو وماريو اللذان أسلما ولدهما ورفضت ولدهما أن تتم حضانتهما لهم، أي للتأكيد على أن الأقباط لم يستفيدوا من هذه المعجزة. الرواية ضعيفة جدا وغير منسوبة لمصدر، كما أن ذكر اسم السيدة جيان السادات فيها يضعفها أكثر ويجعلها تصديقا مستبعدا، لأن العلاقة بين جيان وسوزان كانت وما زالت غير حميمة، ولم يعرف عنهما اقتراب مع استحالة تحرك السيدتان دون حراسة أو تأمين. وقد حاول العديدون إثبات الرواية الملفقة بأسانيد تدعمها، وإن كانت وهي فهناك من يؤكد أن أحد الرهبان الكبار قد سمعها من فم الأم إيريني قبل رحيلها. وهناك من يقول أن الدير يمتلك سي دي تروي الأم إيريني فيه الحكاية، على الرغم من أن الدير نشر مجموعة من الكتب عن حياة الأم إيريني، منها جوهرة السماء ومنارة الرهبنة وآفاق نجيلة في أرحيات الرهبانية وغيرها، ولم ننشر أو تنشر من قريب أو بعيد إلى هذه المعجزة. من ناحية أخرى، تلقى القصة انتشارا كبيرا بمجرد أنها السبب الرئيسي وراء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بجعل عيد الميلاد 7 يناير أجازة رسمية، وعلى تأكيده بأكثر من حوار على أنه شخصية غير متعصب. وهناك من يضيف على ذلك بأن المعجزة حدثت مع مبارك شخصيا كدليل على التخبط، وهو الأمر الذي يجعله يوافق على إنشاء فرع للدير بالكيلو 39 بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية على مساحة 52 فدان، ليكون ديرا ثانيا للراهبات تابعا للدير الرئيسي بمصر القديمة، مع تسهيل كل الإجراءات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى إهداء مبارك لعدد من الكنائس الجديدة نجف غالي الثمن. ويتردد أنه قام بإهداء كبرائية السمائيين بشمال سيناء نجف ضخمة. المؤرخ الكنسي نشأة زغلولة، والذي أصدر أكثر من كتاب عن الراهبة إيرين ياسا، قال أنه لم يهتم بكتابة هذه المعجزة في الكتب التي أصدرها لأنه لا يوجد دليل على هذه الواقعة. وأشار زقلمة أن المعجزة في حالة صحتها لا تؤكد على أن من حدثت مع شخصية مسيحية فهناك معجزات تحدث لغير المسيحيين ولا تستدعي تحولها للمسيحية. إحدى الشخصيات القبطية رفض ذكر اسمه واستبعد صدق هذه الرواية تماما، ووصفوها بالكلام الفارغ، وأضاف قائلا: في عصر مبارك وقع نحو 160 حادثا طائفيا ضد الأقباط المسيحيين لم يحاكم فيها أحد، كما لم يصدر أي قانون يستفيد منه الأقباط مثل تجريم التمييز أو دور العبادة أو الأحوال الشخصية.
كذلك فإن كتب مهرجان القراءة للجميع التي كانت تحمل سورة سوزان مبارك كانت تحتوي على سلسلة للكتب الدينية الإسلامية، ونشرت السلسلة كتابا للداعية أحمد ديداد بعنوان محمد أعظم عظماء العالم، وهاجم المسيحية ووصف المسيحية بالعنصرية وعدم الرحمة. فهل لو كانت سوزان مبارك مسيحية كما قالوا كذلك كانت سوف تسمح بنشر مثل هذا الكتاب عاجل؟ هذا كل ما نقلناه لكم عن هذه الشائعات وعن هذه الأقوال. الأم إيريني وهي بالرغم من أنها فعلت جميع المعجزات، هل هذه هي الحقيقة أنها أصبحت سوزان مبارك مسيحية؟ معجزة بلا دليل. في 31/10/2006 توفيت الأم إيريني رئيسة الشهيد أبو سيفين بمصر القديمة، أشهر راهبة قبطية في مصر، احتلت مكانة كبيرة عند الأقباط المسيحيين، ورغم مرور 8 سنوات على رحلها إلا أن الحديث عن سيرتها ومعجزتها وتكريمها لا ينقطع. وقد أصدر دير أبو سيفين بمصر القديمة عددا من الكتب حول حياتها ومعجزتها، وما زالت العقلية القبطية تبحث عن الانتصار بالمعجزات السماوية كلما اشتدت الهزائم الأرضية بهم. وهي طبيعة تتعلق بنفسية الأقليات في كل مكان. وبالنسبة للأم إيريني بعد الانتصار لرزم الرمز المختلف، فهي امرأة تنتمي للصعيد حيث تهميش المرأة وتهميش التنمية، كما أنها راهبة وهي راهبة الأنقياء والأتقياء أيضا، حيث الهدف من وراء رهبنة النساء لا رتب والكهنوتية والأسكوبية بل المسيح وحده من وجهة نظرهم. وهنا لا مانع من نسج مزيد من القصص التي رويت وما زالت تروى والتي لا دليل ماديا ملموسا عليها، وإنما روايات يرويها البعض للانتصار على الطغاة والتكبر السياسي بالإعجاز السماوي. السيدة الأولى ترتبط المعقدة الأولى بسوزان مبارك، ونشرت لأول مرة على موقع المنظمة القبطية شفاء سوزان مبارك من مرض السرطان، ومن الشائعات التي سيرت حول سوزان مبارك أنها مسيحية ومتزوجة من شخص مسلم، كما أشارت وثائق ويكيليكس بدليل، حتى أصبح يقال أن تسريبات ويكيليكس عبارة عن انطباعات وتحليلات، والمعجزة قد رويناها من قبل. والدليل على ذلك أن الرواية دي قد تكون غير صحيحة. ولكن شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ونطلب منكم كل الحب والتقدير والسلام، ورغم ننتظر منكم التعليقات الجميلة والسلبية أو الإيجابية، كل ما تقولونه فهو في داخل قلبي ممتع وجميل وسعيد.